إذا نرحب بضيفتنا الدكتورة أمل القدرة. السلام عليكم دكتورة أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم شهر رمضان على الجميع إن شاء الله، ينعاد دائما بالخير والصحة. الله يخليك. السكري عند النساء مثل ما السكري طبعا مشكلة عند الذكور وعند الإناث، لكن يعني تقريبا حسب الأحصائيات حاليا أكثر من 200 مليون سيدة أو حتى فتاة بعمر من 20 إلى 79 سنة يتعايشون مع السكري. هذا العدد أو هذا الرقم بالأحرى سيصل إلى أكثر من 300 مليون بحلول 2045، يعني يتزايد السكري. عدد كبير جدا. نعم. السيدة التي ترغب بالحمل أو السيدة المتزوجة ولديها سكري، وأيضا نعرف أنه حتى السكري أثناء الحمل من المشاكل الشائعة دكتورة أمل. أيوة طبعا. نعم. طبعا من خبرتنا بنشوف كثير حالات من السكر بالحوامل اللي تصاحبهم سكر الحمل أو السكر اللي مشخص سابقا. نعم. فيعتمد على المرأة الحامل هل لديها سكر مشخص سابقا درجة أولى أو درجة ثانية أو سكر الحمل. نعم. طيب. وبالتالي طريقة العلاج تختلف حسب. نعم. التشخيص. نعم. طيب بالنسبة للسيدة اللي عندها سكري وترغب بالحمل، ما هي النصائح التي نقدمها لها؟ تفضلي. اللي عندها سكر سابق فطبعا بتكون عادة على حبوب أو بتكون مش ممكن تكون، إذا هي السكر من الدرجة الأولى فبتكون على إنسولين. ويجب عليها أن يعني تأخذ نصيحة طبيبتها النسائية قبل الحمل، يعني قبل الحمل بشهرين ثلاث شهور لازم يكون السكر التراكمي طبيعي لكي تحمل، يكون بالأفضل لأنه نتائج الحمل ونتائج الـ نفس الحمل أنه يكمل لدرجة كويسة بيكون أفضل لما تكون هي السكر عندها منتظم قبل الحمل. فإحنا نراعي انتظام السكر في الدم قبل الحمل. نعم. وطبعا بعد ما تعرف انها حامل لازم تتبع نصيحة الطبيبة من ناحية الحمية الغذائية، من ناحية الأدوية، لأنه ممكن جرعات الإنسولين نفسها لازم تزيد مع الحمل. نعم. طبعا يمكن أن يمر الحمل بسلام لدى المريضة السكري إذا ما التزمت بالنصائح طبعا. وأيضا بالزيارات الدورية والمتابعة. نعم. نصيحتي الحوامل إذا كان نسبة السكري بالدم كانت منتظمة وهي عندها سكر سواء سكر درجة أولى أو سكر اللي هو الحمل، وكانت نسبة السكر طبيعية خلال فترة الحمل هي تتساوى مع أي مريضة ليس عندها سكر، فهي بإيدها أنه هي تنظم السكر سواء بالحمية الغذائية أو بالإنسولين أو بالجرعات الحين نعطي إحنا متفورمين اللي هو الجلوكوفيج برضو بينعطها وآمن في الحمل. نعم. طيب مثل ما بنعرف أيضا حسب الأحصائيات يعني واحدة من بين كل تقريبا 7 تشوهات ولادية تكون بسبب سكري الحمل المهمل طبعا. يعني السكري المسيطر عليه أثناء الحمل وخارج الحمل يعني لا تحدث مضاعفات ولا تحدث مثل هذه عادة. نعم لا تحدث مثل هذه إن شاء الله بدون نعم. مضاعفات بالضبط. نعم. لذلك دائما التركيز على زيارة الطبيب بشكل دوري وأيضا الالتزام بإرشادات الطبيب إضافة إلى النظام الغذائي. طبعا يعني سنتكلم عن النظام الغذائي بشكل تفصيلي مع ضيفتنا بعد الفاصل. وأيضا نذكركم أعزائي المستمعين بأن موضوعنا عن السكري سكري الحمل مع ضيفتنا الدكتورة أمل القدرة استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. دكتورة أمل السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب بالنسبة للسيدة التي يعني كان لديها سكري، تعرف إذن أنها لديها سكري وستدخل الحمل، لكن السكري الذي يظهر أثناء الحمل كيف للسيدة أن تعرف إذا كان لديها هذه المشكلة؟ طبعا من دوريات المراجعة يجب على المرأة الحامل أنها تراجع بشكل دوري مع طبيبتها النسائية. نعم. وفي فحوصات معينة تجرى للمرأة الحامل من بداية الحمل، وبالتالي في فحص للسكري يكون يجرى تقريبا على الشهر بداية الشهر الرابع أو بالأحرى 22 أسبوع، بيكون سكر تحليل للسكر بأخذ تقريبا 75 جرام من الجلوكوز، وبالتالي بنعمل لها سكر وهي صايمة وبعد ما تأخذ الجلوكوز بساعتين. نعم. فهذا بيحدد أنه عند المرأة في سكر حمل أم لا. إذا كانت إذا كان التحليل عالي فبالتالي بنحطها على رجيم معين حمية غذائية. نعم.
وبنحطها إذا احتاجت مثلا بعد أسبوع نعمل التحليل مرة ثانية، تحليل طبعا بدون سكر بدون جلوكوز، وهي صايمة وبعد ساعتين من كل وجبة. فالصيام لازم يكون التحليل مو أكثر من 93 ملي جرام برديسيليتر. بعد الأكل بساعتين بيكون تقريبا 130-135 أعلى شيء. نعم في صدى، نعم في صدى للصوت، بس لو تخففي على صوت المذياع وتسمعينا من الهاتف. نعم نعم. طيب. إذا كان التحليل كان طبيعي وهي على حمية، فبنضطر إنه نخليها على حمية، لازم ننصحها إنه تستمر في الحمية الغذائية. نعم. إذا كان عالي ولم تستجيب بالحمية فبنحطها على أدوية مثل الميتفورمين اللي هو الجلوكوفيج، حسب يعني جرعة حسب نسبة السكر عندها. نعم. بالدم. إذا ما استجابت أحيانا بيكون التحليل برضو عالي، فبالتالي ندخلها المستشفى ونعطيها إنسولين. بعض الحوامل بيحتاجوا إنسولين. نعم. وأحيانا بيكون حاجة اسمها مالتي ديسيبلينري تيم، يعني كمان مندخل دكاترة الباطنية مستعين فيهم خبرتهم. نعم، أو طبيب الغدد الصماء المختص بالسكري طبعا، لأنه هذا أيضا أمر هام جدا. طيب السكري الذي يظهر أثناء الحمل هل أيضا يستمر بعد الولادة دكتورة؟ بعد الولادة هذه الفئة من المرضى لازم أنهم يتابعوا بشكل دوري برضو، نعطيهم موعد أنه يعملوا تحليل للسكر وهم على نظام غذائي طبيعي، بس طبعا يخففوا من السكريات والحلويات والكربوهيدرات، لأنه عادة سكر الحمل بينتهي بعد الولادة عادة. نعم. عادة ما بيكون، بس هم طبعا من الفئة من شريحة المجتمع اللي عندها هاي ريسك إنها يجيها سكر، ممكن بعد سن 45 هي بتكون من نسبة الناس اللي بيصيبهم السكر، فيكون كثير كثير حريصة لأنه عندها قابلية للسكر. نعم. نصيحة أخيرة للحامل بشكل عام، وأيضا يعني التي لديها استعداد للإصابة بالسكري أو لديها سكري أيضا. نصيحتي لكل الحوامل اللي الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله، قبل ما تصوم في شهر رمضان لازم تستشير طبيبتها النسائية، يجب أنه إذا كان عندها سكر أنه هي تتبع الحمية الغذائية. طبعا وجبات السحور والفطور كتير مهمة، وتحاول تأخر من السحور عشان نسبة الوقت اللي هي بتكون فيه صايمة تكون أقل ما يمكن. تأخذ جرعتها إذا كانت هي على أدوية بانتظام، ما تعمل سكيب لأي جرعة منهم. طبعا بالإضافة أنها تقلل من الحلويات وتقلل من النشويات وتقلل من السكريات، وإن شاء الله الله يديم عليهم الصحة والعافية إن شاء الله. أمين. وكل الشكر للدكتورة أمل القدرة، استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. دكتورة أمل شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا دكتور بسام. أهلين أهلين. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا.